بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البربر أو الأمازيغ أصحاب المرابطين وبني مرين وغيرهم من الدول الحضارية الإسلامية المجاهدة، سكان شمال أفريقيا الحاليين، أو بالأحرى جزء من سكان شمال أفريقيا. فالدراسات الجينية التي يعتد بها جميع الأمازيغ اليوم تقول أن 16% فقط من سكان شمال أفريقيا هم من البربر أو الأمازيغ، وليس كل السكان كما يتم الترويج، بل 48% من سكانها عرب كأكبر عرق في شمال أفريقيا، ثم 16% أمازيغ، ثم نسب متفرقة قليلة من التركي والألباني والجرماني وغيرهم. إذن هذا الفيديو هو عن أصل البربر فقط، عن هؤلاء 16% فقط، تاريخهم، أصلهم، من أين جاءوا، وما هو نسبهم الكريم. قبل البدء يرجى الدعم بإعجاب واشتراك ومشاركة هذا الفيديو الذي استغرق أكثر من شهرين لإنهائه، والحمد لله تعالى، وسترون أثر ذلك في أثر الكتب الكثيرة التي سيتم ذكرها، التي تفوق 20 كتابا، وصفحات الأوراق البحثية الجينية وغيرها، حيث نعتمد في هذا الفيديو على ذكر المصادر وبالتفصيل في كل الدراسات الجسدية واللغوية والجينية والتاريخية إن شاء الله تعالى، لننتقل في الفيديو التالي لمعرفة النتيجة والتاريخ الحقيقي للبربر منذ فجر التاريخ حتى 500 قبل الميلاد. لكن قبل البدء، لا تعتقدن إذا عرضنا نتيجة دراسة ما أننا نميل باتجاه رأيها، فعندما نأتي للخلاصة ستجد نتيجة مخالفة لبعض الدراسات، فتابع للنهاية هذا الفيديو والذي يليه، وعلى بركة الله نبدأ. لنبدأ معا بالدراسة الجسدية، والمقصود هنا مقارنة الصفات الجسدية. مثلا السويد والدنمارك والنرويج بصفات جسدية واضحة تشير للأصل العرقي المشترك، فهم لا يشبهون الإسبان مثلا أو الإيطاليين. فتعالوا بالله عليكم نرى بعض المقارنات في منطقتنا، لكن قبل ذلك، لأي دولتين برأيك تتبع هاتين الصورتين التي تمثل كل منهما متوسط ما يمكن أن يكون عليه رجال في بلد ما؟ ولنأخذ الآن بعض الصور من الإنترنت مختارة عشوائيا بالكامل. لو قلت لك بالنسبة لهذه الصورة برأيك، هل هذا الشخص عراقي أم سوري أم جزائري؟ ما يكون اختيارك؟ سؤال صعب بكل تأكيد، لأن ملامحه تنطبق على الجميع، والإجابة عراقي. هل صدقت؟ هو في الحقيقة جزائري. نعم، التشابه كبير، فكل الاحتمالات كانت واردة، لكن الحقيقة أنه جزائري. ماذا عن هؤلاء؟ برأيك ما جنسية هذين الشابين شبه المتطابقين؟ الأول سوري والثاني جزائري، وهذا لبناني على اليمين ومغربي على اليسار. قد تقول لي قف، أنت تقارن الجنسيات، ربما صور المغاربة والجزائريين من العرق العربي هناك، ائتنا بصور بربر وقارنها بجنسيات عربية. طيب تفضل، انظروا هذين الوجهين شبه المتطابقين. بالله عليكم، لولا اللباس أكنتم ميزتم أن الذي على اليمين بربري أمازيغي والذي على اليسار يمني؟ وهذه أيضا لبربري ويمني، وهذه لبربري وسوري، وأخيرا مجددا بربري ويمني. ألم تلاحظوا أن الملامح واحدة تقريبا، كأنهم إخوة من عائلة واحدة، فحتى الإخوة يكون بينهم هذه الفروق البسيطة. لو وضعنا أمثلة فلن ننتهي في الحقيقة، بل ينظر حتى هذه الصورة، حتى لباس النساء وطريقة التزيون واحدة ما بين المغرب وما بين اليمن. ومع كل ما سبق، دعنا لا نقول أنهم واحد، ولكن على الأقل ذو قرابة، أقرباء أو أبناء عم إن لم يكونوا إخوة، تجمعهم صلة دموية ورحم. ولاحظنا أن الشبه كان مع أهل اليمن وأهل الشام بالأخص، لماذا؟ سنعرف في الدراسات التاريخية إن شاء الله تعالى. نأتي الآن للدراسة اللغوية، أي مقارنة الأعراق من خلال لغاتهم. ونذكر كالعادة، تابع للنهاية هذا الفيديو وما بعد، لأنك قد تعتقد أننا نميل باتجاه رأي معين في أصل البربر، لكنك ستتفاجأ في النهاية وفي النتيجة إن شاء الله. هاتان صورتان تحمل كل منهما كتابة بخط معين، لكنكم لعلكم تلاحظون الشبه الكبير بينهما، لدرجة من الواضح أنهما من جذر واحد. ما قولكم أن الذي في الأعلى هو خط المسند في اليمن، الخط الذي كان يكتب به في حضارات اليمن قبل الخط العربي الحديث، والذي في الأسفل هو خط التفناغ الذي تسمى به الآن حروف اللغة الأمازيغية. إذن للوهلة الأولى نجد مجددا رابطا بين اليمن والبربر، سنبحثه بالتفصيل في الدراسة التاريخية إن شاء الله تعالى. ولكن لنناقش أولا هذه النقاط، خط التفناغ ليس حروف موجودة جاهزة بهذه الأبجدية، أي تم تجميعها من حروف وجدت من ليبيا الشمالية وحروف وجدت عند الطوارق في الصحراء الكبرى، أي لا يوجد نقش يستخدم فيه كل حروف التفناغ، بل بعضها هنا وبعضها هنا.
وحديثا في الأعوام الأخيرة من أجل ترسيخ فكرة وجود قومية معزولة للأمازيغ، تم تجميع الحروف من هذه النقوش مع هذه النقوش وجمعها فيما سموه التفناغ، لينتج معهم سبحان الله تعالى إحدى النسخ المشابهة لخط المسند اليمني. وفي الوقت الذي ترى فيه هذه النقطة لمصلحة أن أصل البربر كلهم من اليمن، سوف أجوك بالقول أن هذه النقطة لا تعني ذلك بالضرورة لسبب بسيط. أولا، أننا قلنا أنها حروف تم تجميعها حديثا، بل حتى تم رسم بعضها حديثا، فلم تكن اللغة الأمازيغية يوما لغة رسمية يدون بها التاريخ في الدول الأمازيغية الإسلامية، لذا لم يعن بها هؤلاء، بل كانت لغة المرابطين وبني مرين وغيرهم الرسمية العربية، وتحدثوا لهجات بربرية فيما بينهم تحدثا لا كتابة وبلهجات متنوعة، وليس هذه اللغة التي يتم تجميعها ووضع قواميس لها ما كانت من قبل، مما يعني أن أي استنتاج تاريخي يبنى عليها خاطئ. فإن قال العنصريون العرب أن هذا يدل أنها أصلا من اليمن فهذا خاطئ، لأنها مجمعة ومنسقة حديثا، عدا أنها ربما تكون آثار تركها ملوك اليمن هناك. وأن قال العنصريون البربر أنها ليست مجمعة حديثا، بل كل يوم يكتشفون لوح لها برموزها هذه، إذن فهم يثبتون اشتقاقها من خط المسند اليمني. أي كل عنصري بكلامه يدين عنصريته ويثبت قول الآخر، إلا إن شطح بكذبه، فأتى بكذبات غريبة عن لوحة بهذه الرموز وتاريخها أقدم مثلا من خط المسند 3000 سنة مثلا. وحينها سيخرج من الجانب المقابل من يفعل ذلك ويأتي بلوحة يقول هذه من 4000 سنة، ويبدأ سباق لا منتهي بين الفريقين. في النهاية بغض النظر عن العرق، هناك نقطتان مهمتان. أولهما من يقول أن الأجمل في الأمة العربية أن تكون أمة لسان لا أمة نسب فقط، أي كل متحدث بالعربية صار منها وفيها، وهذا جميل، عدا أن الأهم الأمة الإسلامية لا العربية، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام لا بالعروبة. ثاني نقطة، الفتوحات الإسلامية عند الخلافة الراشدة والأموية وغيرها، والمسمات فتوحات عربية أو احتلال عربي برأي العنصرين من البربر والمتشدقين أنها مارست عليهم التعريب لفصلهم عن أصلهم. نقول لهم إيران وأرمينيا أقرب، وخوارزم وما وراء النهر بلاد الترك أقرب، ومع هذا بقيوا على فارسيتهم وتركيتهم وغيرها، فلماذا فشل العرب في تعريبهم ونجحوا في تعريب البربر؟ الإجابة ببساطة أنه لا يوجد تعريب لسببين. أولهما ما سنراه من أصل البربر في الدراسات التاريخية ولن نذكره الآن، وبالتالي كانت كل لهجاتهم قريبة من العربية، فسالت العربية فيهم سيل النهر بمجراه الأصلي فتحدثوا جميعهم بها. أكابر دولهم كالمرابطين وبني مرين وغيرهم أبقى اللغة العربية اللغة الرسمية، هذا شيء لم يقم به العثمانيون أنفسهم. لم يحدث يوما منذ الفتح الإسلامي أن تبدلت اللغة الرسمية لغير العربية، بل كانت السائدة ليومنا هذا مع الحفاظ على اللهجات الأمازيغية المحلية في تجمعاتهم الخاصة. أفالآن تطالبون أن تكون رسمية؟ أأنتم خير من ابن تاشفين وسلطان الموحدين وملوك مرين؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهل هناك خير من لغة القرآن الكريم؟ عدا عن الهجرات العربية الكثيرة التي حصلت لبلاد المغرب كله واختلطت بالمكون البربري وصارت مكون هام ورئيسي وطاغي، فإلى اليوم كما سنرى جنيا إن شاء الله تعداد السلالة العربية أكثر ب3 أضعاف من السلالة الأمازيغية، بينما بقي العرق الطاغي في تلك البلاد للفرس والكرد والترك لا العرب. ورغم تعلم كثير من الفرس مثلا العربية، لكن لم يتم التعريب واحتفظوا بلغاتهم لأنها بعيدة كانت عن العربية. وهي مصر ذات الهيروغليفية المعروفة الواضحة القديمة، وليست مجمعة حديثا، لم تضع قواميس للهيروغليفية وتقول نحن فراعنة وهذه لغتنا ولنتكلم بها، قد وضحنا ذلك في سلسلة تاريخ مصر في قناتنا بفضل الله تعالى، بل إن المنادين بذلك قلة قليلة جدا اليوم، والباقي فخور بلغته العربية. فلماذا ينادي أصحاب الأمازيغية بعودة لغتهم القديمة جدا برأيهم بدل العربية؟ أوليس من العيب أن تنجح دعوات الغرب لإحياء اللغة الأمازيغية بدل العربية عند الأمازيغ، رغم أنها لغة أو لهجات قديمة ولم يحيها أحد من دول الأمازيغ كلهم، كلهم بقيوا على العربية. فلماذا هذا الجيل يخالف أجداده من يوسف بن تاشفين وغيره ويريد قواميس للأمازيغية ويريدون فرض اللغة والاعتراف بها رسمية، وأجدادهم الذين كانوا خيرا منهم لم يفعلوها، بينما فشلت أدوات الغرب في مصر في أجندتها لإحياء فكرة قومية مصر القديمة واللغة الهيروغليفية بدل العربية، وتمسك المصريون بعربيتهم حتى لجأ الغرب للخطة البديلة
وهي فكرة اللهجة المصرية الحالية واعتمادها كلغة رسمية في ويكيبيديا وغيرها، كأن المصري إذا قرأ صفحة بالفصحى لا يفهمها ويحتاج أن يقرأها بالعامية. وكذلك في بلاد الشام يتكلمون كلمات كثيرة ليست بالفصحى بل من السريانية القديمة، ومع ذلك لم ينبشوا الأبجدية السريانية أو الآرامية أو غيرها القديمة ويضعوها في قاموس ويطالبوا أن تصبح لغة رسمية جانب العربية. ومتابع المسلسلات السورية يرى كم المفردات الدخيلة، لكن من لديه الذهب لا يبحث عن الفضة. ومن غير لغة القرآن الكريم اللغة التي اختارها الله تعالى لكتابه لكلامه معنا تكون ذهبا وباقي اللغات دونها فضة. ننتقل الآن للدراسة الجينية. بداية لمعرفة كيف يدرسون الجينات وما المقصود بالدراسة الجينية، يرجى مشاهدة فيديو كيف يدرسون الأعراق وهو موجود في قناتنا بفضل الله والحمد لله تعالى. نعرض لكم أولا نتيجة الدراسات ثم التعليق عليها ومناقشتها. مختصر معظم الدراسات الجينية حول قضيتنا أن هناك سلسلة هي EM81 هي السائدة في المغرب وتتناقص باتجاه الشرق في الوقت الذي تسود فيه السلالة G1 في الجزيرة العربية وتتناقص باتجاه الغرب، والسلالة EM123 في بلاد الشام والجزيرة أيضا وتتناقص باتجاه الغرب كما نرى على الخرائط. إذن بنظرة أولى هنالك فارق جيني بين البربر والعرب، ولكن أولا ترى كيف أجرى الدراسة فلنطلع على تفاصيلها. فتفضلوا. قالوا إن الدراسة أثبتت أن 60% من المغرب يحمل هذا الجين، أي 60% منه بربر. طيب حتى نستنتج مثل هذه النتيجة برأيك، كم عينة يجب أن نفحصها لتؤكد أن 60% من الشعب كله بربر؟ عدد سكان المغرب حوالي 40 مليون، برأيك كم عينة منهم تكفي لنحكم عليهم جميعا؟ على الأقل مليون، صحيح؟ طبعا لا يمكن فحص الجميع، لكن ألسنا بحاجة أن نفحص على الأقل مليون أو على الأقل حتى 100 ألف؟ في فنلندا هناك 5 ملايين نسمة، أخذوا حوالي 12 ألف عينة. في المغرب هناك 40 مليون، أي حوالي 8 أضعاف. ألا يجب أن يأخذوا 100 ألف على الأقل؟ لكن خمنوا كم كان عدد العينة؟ حوالي 1500 شخص فقط، وفي دراسة أخرى حوالي 150 شخص فقط. تخيلوا؟ والله لو أنها دراسة على تناول الشاي هل يؤثر على الهضم أم لا لدرسوا عددا أكبر. وهذه دراسة ب 159 شخص، يا سلام أتحفونا والله. ثاني شرط في الدراسات ألا نأخذ هذا المليون أو 100 ألف من منطقة واحدة، تكون مثلا كلهم من أقلية ما، وإلا سينتج أن المغرب كله من هذه الأقلية ونكون غفلنا عن المكون العربي والمكون البربري. فيجب أخذ العينات من مناطق متنوعة من المغرب حسب الشريحة السكانية. يعني مثلا إحصاء الحكومة المغربية لعام 2014 ميلادية أن الناطقين باللهجات العربية، ولا نقول العرب بل الناطقين بالعربية، حوالي 73%، والناطقين بالأمازيغية ولهجاتها حوالي 26%. أنت تريد دراسة العرق صحيح؟ لذا عليك أن تأخذ من الناطقين هؤلاء 3/4 عيناتك، ومن الناطقين هؤلاء ربع عيناتك، تماما حسب النسب التي تكلمنا بها، لتكون نتيجتك صحيحة معبرة عن كل شعب المغرب. يا أخي فلنسامحك، خذ عيناتك نصف من هؤلاء ونصف من هؤلاء. لكن برأيكم كيف أخذوا العينات؟ اعتمدوا في نتائج ملخص دراسات يقولونها على 200 عينة فقط من هؤلاء الناطقين بالعربية و750 عينة من هؤلاء الناطقين بالأمازيغية، أي العكس تماما، كأن تذهب للولايات المتحدة وتأخذ معظم عيناتك من الأمريكيين الأفارقة ثم تقول اكتشفنا أن الولايات المتحدة للأفارقة لأن معظم الشعب من أفريقيا والبيض قلائل، علما أنه لا البيض ولا السود هم أول من سكنها بل الهنود الحمر الذين ربما لم تشملهم عينة أصلا. هذا ما يسمى تسييس الدراسات فتصل لاستنتاجات خاطئة. طبعا هذا لا ينفي وجود هذا الجين المميز والذي يعني اختلاف جيني للمكون البربري عن العرب القحطانيين والعدنانيين الذين جاءوا بعد الإسلام، ولكن ليس بالمبالغة أو بالشكل الذي يروجون له كما نرى تقاربهم وأغلبية المكون العربي. هم أنفسهم أجروا هذه الدراسة فكانت النتيجة أن 40% من سكان شمال أفريقيا من جي واحد، أي سلالة العرب كما يسمونها، بينما ثاني أكبر نسبة 16% من سلالة EM81 سلالة الأمازيغ كما يسمونها، ثم 9% لجي 2 وهي أيضا سلالة عربية أخرى كما يسمونها، ونسب أخرى متفرقة لسلالات أخرى. أي أن مجموع المكون العربي لشمال أفريقيا 48% أكبر من الأمازيغي الذي هو 16% بحوالي 3 أضعاف. أي أن أكبر عرق في شمال أفريقيا برأي الدراسات التي يتغنون بها هو العرب الذين جاءوا بعد الإسلام طبعا. بكل الأحوال حسب الدراسات الجينية هناك فارق بين مكون بربري ومكون عربي،
بغض النظر أنها دراسات ليست ذات مصداقية كبيرة. الآن والأهم، فهمنا أن للبربر مكون جيني مختلف ومميز، فهل هو قريب من جين آخر؟ متفرع من جين آخر؟ مثلا الصرب اليوم غير الروس، ولكن في الحقيقة هم شعب واحد جينيا، فالجينات متقاربة وقسم تفرع من قسم. فهل سلالة البربر تشابه سلالة أخرى في العالم لنعرف إن كانوا أقرباء أو متفرعين من بعض؟ أقرب سلالة في الحقيقة إلى EM81 هي السلالة الشامية EM123 المنتشرة اليوم في جينات طيف كبير من سكان الشام وشمال الجزيرة العربية والحجاز وبعض مناطق اليمن والأناضول. مثلا قبيلة حرب السعودية ذات الأصول اليمنية، الكثير من فروعها تنتمي لـ EM84 المنحدر من EM34 من EM123، وهي سلالة تمتد حتى في مصر والكويت إلى آخره. لن نقلب هذا الفيديو لبحث جيني، بإمكانك أن تراجع الدراسات وتبحث عنها في مواقع الـ DNA، وقد وضعنا بعد روابط التنميط الجيني في الوصف. وبالتالي يعتبر كل من السلالتين الشامية EM123 واليمنية ECTS11051 يعتبران جينيا أقرب الأقرباء عمومة قديمة للأمازيغ المعاصرين من حاملي EM81، وهو ما جعل موقع يوبيديا العالم المتخصص في السلالات البشرية يرجح أصولا شامية لكل فروع AZ827 بما فيها فروع الأمازيغ EM81، وهذا ما سنراه ونرى تفسيره من خلال سرد ما ورد في كتب المؤرخين أنفسهم عندما نصل للدراسات التاريخية إن شاء الله. فنعم، هناك بصمة وراثية مختلفة للمكون البربري، لكنها قريبة من بصمة أهل الشام بالذات، وسنرى السبب في دراسة التاريخ. إذن حتى الآن رأينا من الدراسات السابقة الجسدية واللغوية والجينية تقاربا بين العرب والبربر، لكن دون تطابق، علما أننا نقضنا جميع الدراسات السابقة ورأينا كمية العيوب في طريقة الدراسة. لذا فالحسم دائما بالدراسة التاريخية، أي كتب التاريخ، فلا يكفي رؤية الآثار وبحث الجينات لاستنتاج ما حصل في التاريخ. لو رأيتم آثار عاد وثمود، ماذا تستنتجون؟ هل يخطر على بالكم الطريقة التي تدمرت بها شعوبهم بالريح والصيحة؟ لا طبعا. فالدراسات الجينية واللغوية والجسدية والأثرية هي مكملات، أما الأصل فما كتبه التاريخ وكتبه على لسان المؤرخين الموثوقين. وأجمل ما يمكن عرضه كمثال هذه الصورة الاستهزائية باستنتاجات علماء الآثار، كما نرى هياكل لديناصورات قد يستنتج علماء أنهما كانا يتقاتلان في الوقت الذي ربما كانا فيه يتحابان أو يتكلمان بشكل آخر ودي أو غيره. طبعا هي صورة كوميدية لكن تؤدي الغرض من الفكرة. لذا نبدأ الدراسة التاريخية على بركة الله تعالى بدءا من نبذة من مؤرخي الغرب قبل المؤرخين المسلمين. المؤرخ الفرنسي دوبرا قد قال إن البربر هم الأمازيغ، جاءوا إلى شمال أفريقيا من ضواحي الكنج بالهند منذ زمن بعيد، والسبب أنه لاحظ أن الأمازيغ يستعملون الوشام على الجبين وعلى الخدود بالنسبة للنساء، فهذه عادات هندية، ولاحظ عبادات الأمازيغ القديمة تشبه العبادات الهندية. تخيلوا هذه حججه في الاستنتاج، ترك كل كتب التاريخ ورأيه الشخصي بناء على الوشم وغيره. أما المؤرخ الفرنسي جابرييل كامس في كتابه البربر ذاكرة وهوية، قال أن علماء الأجناس يؤكدون أن الجماعات البيضاء بشمال أفريقيا سواء كانت ناطقة بالبربرية أو بالعربية تنحدر في معظمها من جماعات بحر متوسطية جاءت من الشرق، بينما سكان شمال أفريقيا الأصليين هم السود، أي العرب والبربر أو الأمازيغ البيض هم من الشام وما حولها، أما البربر السود هم الأصليين، أي أنه حتى فصل البربر أنفسهم وقسمهم إلى قسمين بيض وسود. المؤرخ كابراخال في كتابه أفريقيا الفصل 24 يقول: أول سكان البربر ونوميديا الذين يسمون حاليا جميعهم البربر كانوا 5 جاليات أو قبائل من السبائيين، جاءوا مع مالك أفريقش ملك اليمن الذي تكلمنا عنه في الفصل الأول، وما زالوا يحملون أسماءهم ويسمون صنهاجة، محمودة، زناتة، غمارة، هوارة. ننتقل الآن للمؤرخين المسلمين وأهم ما كذبوه في أصل البربر. ابن الأثير في كتابه اللباب في تهذيب الأنساب قال: الصنهاجي أو الصنهاجي نسبة إلى الصنهاجة، وهي قبيلة مشهورة من حمير بالمغرب، ومنها كثير من الأمراء والعلماء. الإمام السمعاني في كتابه الأنساب قال: صنهاجة وكتامة قبيلتان من حمير، واشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة من المغاربة. العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه لب اللباب في تحرير الأنساب قال: الصنهاجي نسبة لصنهاجة قبيلة من حمير بالمغرب. ابن خلكان المؤرخ الشهير يقول في كتابه وفيات الأعيان: إذ الذي وجدته أن أصل هؤلاء القوم أي صنهاجة من حمير بن سبأ،
وهم أصحاب خيل وإبل وشاء. الشريف الإدريسي قال في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: لمتونة قبيلة من صنهاجة، وصنهاجة ولمطة أخوان لأب واحد، لمط من زعزاع من ولد حمير. ومن قبائل لمطة مسوقة ووشان وتمالتة، ومن قبائل صنهاجة بنو منصور وتمية وجدالة ولمتونة، وبنو إبراهيم وبنو تاشفين وبنو محمد. العالم الفقيه ابن عماد الحنبل يقول في ترجمة يوسف بن تاشفين: أعظم ملك من ملوك صنهاجة، وكان أولا مقدم أبي بكر بن عمر الصنهاجي، وكان الصنهاجي مقدم الملثمين من ملوك حمير المغرب. وفيهم يقول الشاعر: قوم لهم درك العلا في حمير، وإن انتموا صنهاجة فهم هم، لما حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. وأبو بكر بن العربي في كتابه ترتيب الرحلة في الترغيب للملة أيضا يؤكد أن نسب ابن تاشفين يعود لصنهاجة وأنه حميري النسب. وابن الرشاطي في كتابه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار: شرف صنهاجة أصيل ومجدهم أثيل ورياستهم قديمة ونسبتهم إلى حمير معلومة. وفي ديوان ابن الزقاق البربري الذي يمدح أمراء المرابطين البربر يقول: أبناء حمير إن أمسى عليكم بدر فلأنتم حوله شهب. ويؤكد كل من الكلبي والهمذاني أن الصنهاج هو بن شمس بن وائل بن حمير. وكذلك الطبري والمسعودي وأبو الفداء وابن القاضي وابن الخطيب وابن الوردي والنميري وابن حجر. والمؤرخ عبد العزيز الملزوزي في كتابه نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك يقول أن المرابطين هم من حمير قد بعثت أنسابهم عن مضر. ويتابع بعد ذلك بأن صنهاج أبوه حمير وهو أبو صلبه للعنصر. وعندما يصل لذكر نسب بني مرين وزناته يقول: مع النبي يلتقون في مضر، أكرم به من نسب لا يحتقر. ويتابع بعد ذلك: فجاورت زنات البرابرة فصيروا كلامهم كما ترى، فانظر كلام العرب قد تبدل وحالهم عن حاله تحول. وأخيرا ابن كثير في نسب باديس بن منصور الصنهاجي: باديس بن منصور الحميري أبو المعز منازل بن باديس نائب الحاكم على أفريقيا. وذكر ابن الكلبي والطبري أن صنهاجة وكتامة جميعا من حمير. وفيما نقل الطبري في تاريخه أنهم من صنهاج بن بر بن سوكان بن منصور بن الفند بن أفريقش بن قيس ملك حمير. لاحظ كل أولئك المؤرخين أكدوا عروبة صنهاج البربرية قطعيا، لكن أيضا كل ما سبق عن صنهاج فقط أو صنهاج وكتامة وليس عن كل البربر. إذن لا يمكن أن آتي بالشواهد السابقة وأقول هذا دليل على عروبة البربر كلهم، لأن صنهاج واحدة من قبائل البربر فقط وليست كل القبائل، ولكنها أيضا أكبر قبيلة بهم وتشكل حوالي ثلث البربر سابقا حسب كلام ابن خلدون. فما سبق دليل على عروبة وحميرية صنهاجة فقط، ورغم هذا لا يكفينا هذا كدليل، بل بحاجة أن نقرأ أدلة مؤرخي البربر أنفسهم وابن خلدون أيضا بالذات قبل الحسم. لماذا؟ لأن ابن خلدون هو الذي يعتد به العنصريون من البربر اليوم، لأنه الوحيد الذي خالف ما سبق من المؤرخين في بعض الأمور ووافقهم في بعض. حديثه عن البربر طويل جدا، فقد ذكر كل من تكلم عنهم لو بجملة من الجمل السابقة ثم يضع رأيه الشخصي. وسنختصر لكم ما ذكره، أما التفاصيل فوضعنا رابط كتابه في الوصف لمن أحب قراءة التفصيل. بالمجمل نتيجة كلامه ما يلي بالنسبة للمغرب، وهنا نأخذ حرفيا ما قال من كتاب تاريخ ابن خلدون. قال المسعودي أن البربر من غسان تفرقوا بعد سيل العرم حتى وصلوا المغرب فاستقروا فيه. وما يشبه ذلك في كتاب الاستناد الحكيم أن النعمان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في الفترة، وأنه استدعى أبناءه وقال لهم: أريد أن أبعث منكم للمغرب من يعمره، فراجعوه في ذلك، وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو أبا مسوفة ومرط أبا هسكورة وأصناك أبا صنهاجة ولمط أبا لمطة وإيلان أبا هيلانة. وقال آخرهم من لخم وجذام في فلسطين، وبعد هزيمتهم تخلفهم أبرهة ذو المنار من ملوك اليمن بالمغرب. وقد غزاه أي غزا المغرب إفريقش بن صيفي الذي سميت به أفريقيا كاملا من ملوك التبابعة في اليمن وملكها، وبنى الأمصار والمدن ثم رجع عنها. وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير فاستحالت طبيعتهم أو صيغتهم إلى البربر واندرجوا في عدادهم. وصادق ابن خلدون على هذا الكلام، والذي قاله ابن الكلبي أيضا. وتابع ابن خلدون بتفاصيل كثيرة لن نذكرها الآن لأننا سنذكرها بعد قليل أو في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. ثم يذكر بطون البربر وتفرعات قبائلهم الكثيرة جدا على تنوعها، ثم ذكر أن النساب العرب ينسبون البربر لحمير والعرب أو على الأقل صنهاجة وكتامة ويصمتون عن باقي القبائل. أما النساب البربر فقسمان: الأول، وقد كتبنا جانبا أسماءهم، كهانئ بن بكور الضريسي وسابق بن سليمان المطمطي وغيرهم،
فهذا القسم من النسابة البربر يقسم البربر قسمان، برنس وبتر. فأما البرنس فيعودون بنسبهم لمازيغ بن كنعان بن حام، وأما البتر فيعودون بنسبهم لبر بن قيس بن عيلان من ولد مضر من العرب. هذا عن القسم الأول من البربر النسابة. أما القسم الثاني من النسابة البربر فهم كالنسابة العرب أو أشد منهم، حيث ينسبون البربر كلهم بكاملهم لحمرة وللعرب بما فيها غوارة وزناتة ومكلاتة ولواتة وعمارة. ولكن رأي ابن خلدون الشخصي والذي اعتمد فيه على ابن حزم الأندلسي، حيث ينفردانهما فقط بهذا الرأي، أن النساب البربر يزعمون ذلك الزعم للافتخار، وأنها مزاعم خاطئة باطلة، وأن الحقيقة أن صنهاج فقط وكتامة وهم من أكبر قبائل البربر هم عرب من حمير، أما باقي البربر فهم من ولد مازيغ بن كنعان بن حام، وأنهم اندمجوا مع عرب حمير السابقين فصاروا جميعا باسم البربر، ثم زعموا أنهم مثلهم عرب. ثم يعود لاحقا في موقع آخر ليقول أنه يميل أنه حتى صنهاج ربما تكون من نسل حام، لكن ليس مازيغ بل من نسل مصرعين بن حام. وهكذا وافق ابن خلدون بين كل المؤرخين، حيث لم يجد ولا مؤرخ قال أن كل البربر من حام. طبعا ولا بد من ذكر أن ابن خلدون نفسه في فصل آخر في كتابه يذكر أن الكنعانيين هم عرب قدماء من أبناء كنعان من ولد سام، فكنعان الذي ذكره حامي غير كنعان السامي. فابن خلدون نفسه وهو الوحيد الذي يقول مع ابن حزم أن البربر حاميون بالأصل في بداياتهم، يذكر هجرات اليمنيين لمناطقهم واستقرارهم وتمازجهم معا قبل الفتح الإسلامي، ويذكر أن صنهاج وكتامة يمنيين حميريين، وأنهم معا شكلوا العرق البربري، فهو ليس حامي صافي بل أكبر قبيلتين فيه عرب من حمير، لكن اندمجتا مع البربر وسر عليهم الاسم، أو بالأحرى صارت تعتبر من البربر تمييزا عن العرب الحديثين الذين جاءوا بعد الفتح الإسلامي. الخلاصة بالنسبة لرأيك الشخصي أنت كمشاهد، صدق ما شئت مما عرضنا من المؤرخين وأقوالهم ومن الدراسات الجينية والجسدية واللغوية وجميع آراء المؤرخين، والأهم طبعا المسلمين منهم جميعهم المؤرخون العرب والبربر، مع ملاحظة أنه لم يوجد ولا مؤرخ قال أن كل البربر من حام. هذا لكل بربري عنصري، وفي نفس الوقت لكل عربي قومجي. لاحظ أن المؤرخين العرب المسلمين لم يقولوا أن كل البربر عرب، بل كان التأكيد دائما أن صنهاج وكتامة فقط من العرب. أما بالنسبة لنا كقناة فسنعرض خلاصة ما سبق كله، هو عصارة جميع ما سبق يوفق كل الآراء السابقة، بحيث ستجد كل المؤرخين صادقين مع فروق بسيطة لا تؤثر، وتجد توافق الدراسات الجينية والأثرية واللغوية كاملة في الملخص التاريخي الحقيقي الصحيح إن شاء الله، الذي يوفق جميع كتب التاريخ حتى الآراء التاريخية الغربية منها، كما سنرى في الفيديو التالي مباشرة لمعرفة تاريخ البربر منذ فجر التاريخ حتى حوالي 500 قبل الميلاد، للوصول إلى أصل البربر بشكل حقيقي بإذن الله عز وجل. فشاهده ثم احكم بنفسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في الفيديو التالي إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.